هاي. اصحابي قالوا لي نينا ممكن تعملنا كيك سهله شويه نقدر ننفذها، عشان كده النهارده فكرت ان احنا نعمل مش بس كيك، هنعمل ثيم كامل، بمعنى انه هنحاول نعمل كيك وكاب كيكس وكيك بوبس كلهم نفس الثيم، اي ام تقدر تنفذهم بسهوله في عيد ميلاد بناتها. انا اخترت النهارده ثيم عاده اغلب البنات بيطلبوه، وهو اليونيكورن. انا دايما افضل انه اخبز اليونيكورن تكون رينبو من جوه ملونه، عشان الاطفال بيحبوها قوي، الا لو الناس عايزينها شوكليت في الحاله دي احنا هنضطر نخبزها شوكولا. علشان نخبز الكيكات ملونين كده بنشوف احنا ايه العيار اللي عايزين نشتغل بيه، وبعد ما بنجهزه بنقسمه على عدد الالوان اللي احنا عايزين نلونها. انا اخترت الست الوان بتوع الرينبو، ممكن نعمل اربعة ممكن اي عدد. خبزت الست الوان بتوعي وهبتدي اجهز. اكيد الكيكات من فوق وارد يعني يبقى فيها اي ميول، المرة دي انا عايزة الزيادات دي مش هرميها، فهزبط الكيكات بتاعتي وهقول لكم هنعمل ايه بالزيادات دي. اوكي هنبتدي بقى نحشي الكيك بتاعتنا. حطينا الكيك تغطية مبدئية، هندخلها بسرعة الفريزر تمسك نفسها عشان نعرف نقفلها كويس ونرجعها نحط لها الفوندان. البواقي بتاعت الكيك اللي فضلت مني انا هستعملها عشان اعمل منها كيك بوبس، فكل اللي هعمله اني هفرفت الكيك اللي فضل معايا وهحط له حتة كريم صغيرة عشان اعرف اعمله عجينة شوية. ابتدت اهي تبقى عاملة زي العجينة، هعملها كور واحاول على قد ما اقدر اخلي شكلها منتظم. هنجيب الستيكس دي، موجودين برضو في كل محلات بتاعت حاجة التورت، وهنجيب شوكولاتة بيضة وهنغطس الستيك شوية في الشوكولاتة البيضة وهنحطها في البوكس ونحاول انها تبقى في النص طبعا وتبقى عدلة مش مايلة. يفضل ندخلهم التلاجة تاني علشان يمسكوا نفسهم، وطبقة الشوكولاتة اللي من فوق اللي هي ماسكة البوبس في الستيكس تنشف وما تقعش مني وانا بغطسها في الشوكولاتة. بعد لما طلعهم من التلاجة هبتدي بقى لما تسيحوا الشوكولاتة عشان تعملوا البوبس هاتوا حاجة زي كوباية، ما تجيبوش طبق واسع، لازم حاجة فيها ارتفاع عشان اضمن ان البوبس هتدخل لغاية تحت جوه الشوكولاتة. عادة اليونيكورن بيتعمل يا اما الثيم بتاعه بيبقى في اللون الذهبي او في اللون الفضي، انا اخترت الذهبي ده بالنسبة لي اللون المفضل، فهعمل حاجتين. الودن بتاعته هعمل لها طبقتين، الطبقة التحتانية هعمل لونها ابيض والطبقة الفوقانية هعملها ذهبي، واكتشلي الودن كمان ممكن نعمل الطبقة الفوقانية بتاعتها روز. القطعات دي موجودة في اي حتة، بس هي لو مش موجودة انا ممكن اطبع الشيب دي او الفورمة دي واعملها، يعني احط الباترون واقص عليه، او حتى ممكن اعملها بايدي كده يدوي مش هتبقى صعبة. هقص الكبيرة هي الابيض وبعدين هقص الصغيرة. هكرر بقى نفس الموضوع ده في كل الحاجات، يعني انا هكرر المقاسين دول علشان الكب كيكس، وفي البوبس هستعمل المقاس الصغير بس وهعمله بالذهب. عشان نعمل الكورن هنعمل زي تعبان، وهنخلي طروفه الاثنين يعني عنده بوزة من الناحيتين. بعد كده همسك التعبان ده اللي انا فردته واللي خليت له في بوزين كده من هنا ومن هنا، وهحطهم على بعض وهبتدي ابرم بقى من فوق هنا كده. لغاية لما الفه كله على بعضه كده. وهمشي عليه بس مرة واحدة كده عشان يلزق في بعضه وارجع ابرمه تاني. وكده انا عملت الكورن بتاعي اللي انا محتاجاه. هقص على الطول اللي انا عايزاه، وده تقريبا المقاس اللي انا محتاجاه للكب كيكس. هعمل منه المقاس الاصغر عشان الكيك بوبس، وهعمل منه مقاس اكبر علشان التورته. دلوقتي هلون الكورن وهلون الودان وهلون كل الحاجات اللي انا عملتها اللي عايزه الونها ذهبي هلونها. اخر حاجه هنعملها زي ما اتفقنا هي الوردات. احنا عملنا الكورن وعملنا الودنات،
فاضل الوردات. بما ان احنا اتفقنا انه احنا بنعمل الكيك دي عشان اي ام تعرف تعملها في البيت، فانا هتعامل على انه انا مش عندي بتاعه قطعه الورد دي، وانه انا عايزه اعمل ورده. ممكن نعمل ورده سهله قوي، هنعمل كوره وهعمل بوز للكوره دي كده، وبعدين هعمل كور تانية. الكوره اللي ليها البوز دي هسيبها زي ما هي، لكن التانيين اللي هم الكور دول هدوس عليهم وهحاول ارقق طرف. مش مهم الطرفين رقيقين، بس مهم ان عندي طرف منهم بقى رقيق. كل اللي هعمله اني همسك دي هلفها كده، وهاخد دي هلفها عليها من الناحية التانية كده، وفي الاخر هشيل الزيادة اللي من تحت دي. فدي الوردة لو مش عندنا اي تولز، ودي الوردات لو احنا عندنا القطعة بتاعة الوردة. طيب انا لقيت ان الكيك بعد لما ابتديت اغلف فيها حسيت ان مش هو ده الطول اللي انا عايزة اشتغل عليه، علشان كده زودت لها كام رقة كمان علشان الارتفاع بتاعي يطلع نسبه عجباني. هبتدي دلوقتي افرد الفوندان عشان اغطي التورتة. عشان نعمل بقى الورد الملون ده، هاتوا لازم نجيب راب. انا جهزت الست الوان اللي انا عايزاهم. بعد ما هحط الالوان الكريم اللي انا عايزاها هقفلهم على بعض. اول حاجة هعملها اني هحط الكورن اللي انا جهزته عشان احطه على اليونيكورن بتاعي. وبعد كده هجيب البايبينج باج اللي انا هستعملها، وهجيب تيب مشرشره شويه، وهحط فيها ده، وهبتدي ازوق بقى الكيك زي ما انا عايزه. هحط دلوقتي الودان بتاعتها، انا خبزت كمان كب كيكس. عملت نفس زي ما عملت في الكيكات، حطيت قسمت الالوان وحطيت معلقه من كل لون، فضلت ازود معلقه من كل لون لغايه لما بقوا ملونين كده شويه. هستعمل نفس الطريقه اللي زوقت بيها الكيك، وهحط الكريم بتاعتهم، هحط لهم الكورنز اللي احنا كنا عملناها في الاول، وهحط لهم ودنتين. اخر حاجه عندنا نعملها هي ان احنا نزوق الكيك بوبس اللي احنا عملناهم وحطيناهم في الثلاجه. انا هستعمل برضو الشوكولاته السايحه عشان الزق بيها. يا رب الحلقه بتاعت النهارده تكون سهله. اعتقد اي ام ممكن تنفذ الفكره دي لبناتها في البيت، وكل البنات بيحبوا اليونيكورن. هنحاول في حلقات تانية نعمل حاجة تنفع للولاد. احنا عملنا كيك كاب كيكس وكيك بوبس، تالي ده عيد ميلاد كامل. حاولوا تنفذوه وورونا. باي. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.